مرحبا تلاميذ الصف الخامس، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. درسنا لهذا اليوم تعلم السباحة. تعلم السباحة صفحة 35. التعبير الكتابي عندنا قلنا خطوات لازم نتبعها على مود نحصل درجة كاملة. هنا تعني نتعلم السباحة لازم تكون في وسط وسط الورقة، هذا عنوان التعبير الكتابي. نتعلم السباحة. النقطة الأولى، السباحة مهارة مهمة يجب على كل واحد منها أن يتعلمها. اثنين، فقد يتعرض لخطر السقوط في النهر أو البحر إذا كان راكبا في زورق أو سفينة. ثلاثة، فالشخص المدرب على السباحة ينجو من الخطر الغرق ويستطيع أن ينقذ من يتعرضون للغرق. عندنا رقم أربعة، والسباحة يتعلمها الإنسان بالتدريج بعد أن يشد على ظهره وبطنه نجاة نجادة مليئة بالهواء يحملها ويطوف بها فوق الماء أو قطعة من الخشب أو الفلين. عندنا رقم خمسة، إن في السباحة الرياضة ممتعة تنشط الجسم وتريح عن النفوس، ونتعلمها في أحواض السباحة. طبعا هذه الأرقام مثل كتب العنوان بنص الورقة، نكتب أول سطر نترك مقدار كلمتين فراغ، ونكتب بعد الانتهاء من الإنشاء نخلي نقطة دلالة على أن خلصنا الإنشاء. وهذه الخطوات إذا اتبعتها هتحصل درجة كاملة. عندنا النقطة الخامسة، أن السباحة الرياضة ممتعة تنشط الجسم وتروح عن النفس، نتعلمها في أحواض السباحة. كملنا نخلي نقطة، وشكرا لكم.